وقعت كل من مجموعة ورناطة العقارية مع المطور السابق لمشروع جولدن جيت شركة جي ديفلوبرز اليوم اتفاقية لشراء مشروع جولدن جيت بالكامل بحضور معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، حيث تم التوصل لحل شامل وملائم لجميع الأطراف من أجل إتمام سير المشروع حسب الفترة الزمنية المتفق عليها. بهذه المناسبة صرح معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة أن مؤسسة التنظيم العقاري استطاعت اليوم أن تحافظ على أموال المشترين والمستثمرين في مشروع جولدن جيت بالكامل مستخدمة الأدوات التي أتاحها لها القانون والإجراءات المنظمة، مضيفا بأن هذه التجربة تعتبر عملية حيث أثبتت وجود قوانين وتشريعات وإجراءات ضامنة للحقوق وملزمة للواجبات أوجدتها مملكة البحرين، ويعتبر نجاحا عمليا لمؤسسة التنظيم العقاري. من جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إنه ومن خلال المتابعة المتواصلة للمشاريع استطعنا أن نرصد بأن هناك خللا في عملية تمويل مشروع جولدن جيت، مما استدعى من المؤسسة التدخل في الوقت المناسب. ويعد جهود ومتابعة وبعد جهود ومتابعة حثيثة تمكننا من المحافظة على مبالغ جميع المستثمرين في المشروع والتواصل معهم.